هنبتدي بحلويات المتجر اول حاجه علشان انتوا بتحبوها وانا كمان بحبها جدا، بتطلع مع كل اوردر. هنبتدي الاوردر، هو الاوردر ميك اب اكتره. اول حاجه لوريال انفالابل فيكسنج سبراي، جميل جدا جدا، وهقول لكم عنه حاجات اسرار بعد كده اللي بيتابع بس. تاني حاجه التنت، التنت ده يعني شكله كوكاكولا شويه، جميل قوي. برضو الليب ماسك من الحاجات المطلوبه، الليب ماسك ده البيل اوف، ده الليب ماسك الشيت ماسك برضو طلبته العميله، طلبت يعني هي حابه تهتم بنفسها، دي حاجه جميله. طبعا حابه تهتم كمان بالمنطقه اللي تحت العين، فاللي هو الماسك الكولاجين بتاعي تحت العين ده جميل جدا، بيعمل ترطيب. وبعدي عن الوصفات ارجوكي، احسن استثمار تستثمريه في نفسك تستثمريه دلوقتي هو في شعرك وبشرتك. لو مش عايزه تعملي كده وعايزه تجري ورا الوصفات البطاطس وزيت البطاطس وزيت الحار براحتك، محدش هياخد فلوس من شنطتك. طبعا احنا بنحترم كل الناس، وعشان احنا بنحترمهم بيحترمونا وبيمشوا معانا على شروط كل اوردر وبيتواصلوا معانا. تاني هقول مش هقدر اقول اسعار الاوردرات في الكومنتات علشان عملائنا اللي بيشتروا مننا قبل كده بيتحسب لهم نظام زي النقط وكروت خصم وهدايا، فمن الوقت للتاني بتبقى الدنيا يعني طبعا كل ده بيبقى في صالح العميله، علشان كده احنا مستمرين معاكم. طلبت كمان الماسك اللي هو الشهري او يعني تقريبا كل شهر مرتين، اللي هو ماسك الفحم الممتاز جدا. طلبت الرموش اللي هي استوديو لاشز ممتازة جدا، وفي انواع كتير من الرموش هوريها لكم بعدين، بس هي اختارت ديت يعني كانت اكتر حاجة. اسطنبة الضوافر اللي تقريبا بقت بتطلب في كل اوردر، وبرده تنت كمان اللون ده، اللون ده احمر واللون ده وردي، بس هو ممكن ما يكونش باين، اللون ده بامبي شوية، بامبي انا كنت حطيته قبل كده، حطيت زيه قبل كده فكان محترم جدا في اللون للالوان البامبي او لخروجات لون الروج البامبي او كده. طلبت كمان سليبنج ماسك، هو اوردر دلع شويه، سليبنج ماسك ده بيتحط ما بيتغسلش بتنامي بيه، جميل جدا. برضو طلبت الديب بيورفاينج ماسك اللي بيعمل تنقيه عميقه للبشره، بيعمل يعني زي بيظبطها بصراحه يعني قبل الميك اب كده بيبقى شكلها حلو جدا. التحفه العسل الجميل اللي هي الشفرات الكوري، شفرات الكوري دي من الحاجات اللي احلى من حياه احلى من حياتي، ماشي عشان بس محدش يزعل في الكومنتات والكلام ده، احلى من حياتي ليه؟ لا جميله جدا، بتعمل افكت حلو قوي، بتشيل الشعر من يعني بتدي شكل تقشير حلو للبشره وبتشيل الشعر من غير اي الم. طلبت بعد كده اربع الوان من الام فورمار، اللون ده والذهبي والابيض والازرق والبراون، تتهني بالاوردر يا قمر. مش عايزه ارغي وابعت لكم كتير، بس دي هديه الاوردر، هدية المتجر اللي هو السكراب بتاع البيكنج باودر. اكسبلور لايك فولو لو حابين المحتوى ده، ويلا المحتوى بيقدم نصايح وبيقدم ازاي تشتري احسن المنتجات حتى لو المنتج مش من عندنا. شكرا لكم.